يعني حصل الولد بعد ما كسب البطوله وهو على المنصه طلع فانيله رابعه وطلع استلمها وهو لابس تيشيرت رابعه. فهو ده طبعا محمد يوسف رمضان، ده لاعب مصري، وحاجه جميله وحاجه محترمه جدا انك تطلع وتأدي وتكسب، دي حاجه مشرفه لكل المصريين. ولكن الانتماءات السياسيه هو اوضحها في النشيد تقريبا او في السلم الوطني وهو بيستلم الجائزه. خلينا ناخد معايا اللواء جمال الجزار، حكم دولي، وهو متحدث بهذا الموضوع. يمكن هاي الصوره اهي وهو في الاستلام الميداليات ولابس تيشيرت رابعه تحت التريننج سوت. يعني الاحتفالات الرياضيه اعتقد مالهاش دعوه بالانتماءات السياسيه، ولكن هو عمل كده. هنشوف رد فعل الاتحاد ووزاره الرياضه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ اللواء. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك يا فندم. طيب انا قدامي الصوره وقدامي الماتشات واللي حصل، والولد كسب بطوله مهمه جدا. ايه اللي حصل بقى بعد كده يا فندم؟ اشرح لنا بالتفصيل كده ايه اللي حصل بعد ما حصل موضوع التيشيرت رابعه والوصول. اتفضل يا فندم. هو حضرتك بالنسبه للاعب محمد يوسف رمضان ده سادس كان مشارك في بطوله الالعاب القتاليه ببيترسبرج بروسيا فتره من 23/26 10/2013. لعب بعد التكوين عليه من قبل البعثه الرسميه ورئيس الاتحاد كان موجودين وكلام من ده. فوجئنا بانه بعد ما تم التتويج، يعني هو ما طلعش في التتويج. يعني انا هو التتويج اساسا بيتم كل لاعب بيقفوا اللعيبه الاربعه مع بعض، وسته وراه العلم المصري اترفع عادي وتم النشيد القومي اتذاع عادي. فوجئنا بعدها اللعيب بيفتح التيشيرت يفتح الترين وبيبين تيشيرت رابعه. ده اللي حصل، ده سلوك فردي من اللاعب، احنا بنرفضه تماما ندخل السياسه في الرياضه. ده خطا شخصي ارتكبه اللاعب وعلى اساسه تم ايقافه رسميا ولحين انتهى التحريم معه وتم التنبيه عليه بوصول التحريم ان شاء الله صباح السبت ان شاء الله بمقر الاتحاد المصري لخوفه. ده الكلام ده حصل امبارح يا فندم صح؟ البطوله دي كانت امبارح؟ ده قرار رئيس البعثه يا فندم ورئيس الاتحاد المصري، من بلغني تليفونيا من بيترسبرج بالاجراء ده فورا، وتم اختار ال كل مواقع الخاصه اللي اتكلمت معانا بهذا الشان. هو ترحل فعلا ولا هو هناك مع البعثه؟ يعني انا سمعت اخبار ان هو رجع امبارح سيادتك الساعه 12 بالليل يا فندم. ده لوحده ولا مع الفرقه كلها؟ مع البعثه؟ البعثه اساسا خرجت، يعني احنا دايما سيادتك بنحجز للعيبه فور انتهاء اوكي البطوله. هو يعني الحادث حصل وتم وعلى طول تم الترحيل فورا. تمام يا فندم. غاب البعثه على طول وجه مصر وبات في النادي الاولمبي في المعالي وراح بيته سيادتك. هو محمد بيلعب في نادي ايه؟ ولا اللعبه دي مش محتاجه نادي، بتلعب تبع يعني اتحاد فقط؟ لا يا فندم، كل اللعيبه مسجل في الاتحاد المصري في كل نادي، وكان نادي المؤسسه الرياضيه في الاسكندريه. هو نادي ايه محمد يوسف؟ بيلعب في نادي ايه؟ نادي المؤسسه الرياضيه فندم في الاسكندريه. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء جمال الجزار. ويمكن ده كان حصل امبارح، ما اعرفش الناس شافت الصوره دي ولا لا، ولكن كسب وطلع بفانيلة رابعة. يعني أنا شايف إن كل واحد طبعا الانتماء والسياسي ده حدش يختلف عليه، وكل واحد يعني نفسه يعمل أي حاجة يعملها، ولكن أنت بتطلع باسم مصر، فخليك لابس منتخب مصر واطلع بعد كده تصور في الفيسبوك ولا تويتر، اعمل اللي أنت عايزه واكتب والبس الميدالية واعمل اللي أنت عايزه، لكن أنت طالع دلوقتي كمنتخب مصر كمصري وحافظ على البطولة، ما تطلع